يعطيكم العافية. بعد ما أخذنا البرودكت لثري تايبس، هلا بدنا ننتقل للإكويشن أوف إي لاين. طبعا الإكويشن أوف إي لاين بتختلف عن الإكويشن أوف إي لاين إن بلين. هلا عم نحكي نحن بالسبيس، صار في عندنا إكس وواي وزد. نحن بالبلين كنا نطلع إكويشن أوف إي لاين، كان في عندنا ماني تايبس، كان في عندنا الواي انترسبت فورم، عندنا السلوب فورم، عندنا الباراماتريك فورم. فكنا نكتب الايكويشن اوف ذا ستريت لاين بهذا الشكل، مثلا واي ايكوال اي اكس بلس بي، هذا الانترسبت فورم. كنا نكتبه بالستاندرد فورم يو اكس بلس في واي بلس دبليو ايكوال تو زيرو. كنا نكتبه بالباراماتريك فورم هو x equal alpha t plus x zero y equal beta t plus y zero. هلا طبعا هون رح نشوف انه هذا عم نحكي نحن بالبلين، رح نشوف انه عندنا هذا الفورم وهذا الفورم ما رح نقدر نستخدمهم هون، لانه مش رح نقدر نلاقي ريليشن بين الاكس واي وزد بهذا الشكل. اللي رح نستخدمها هي البارامتريك فورم، وحده مثل هذا الفورم. هلا تو فايند ذا ايكويشن اوف اي لاين، دائما لحتى نطلع ايكويشن اوف اي لاين مثل ما كنا نحكي انه نحن بدنا اجباري بوينت بلس دايركتنج فيكتور. فبيكفي لحتى اكتب equation of a straight line يكون عندي point ودايركتنج فيكتور. هلا مش ضروري على طول يكون عندي دايركتنج فيكتور. شو هو الدايركتنج فيكتور؟ دايركتنج فيكتور انا اذا في عندي straight line بهذا الشكل، الدايركتنج فيكتور هو any vector بيكون parallel لهذا الستريت لاين. فحيالله فيكتور يو هو عنده نفس الدايركشن للستريت لاين بنسميه دايركتنج فيكتور. فلا كل ستريت لاينز في عنا انفينيتلي ماني دايركتنج فيكتورز، فينا ناخذ حيالله واحد منهم. طيب هلا اذا اعطيني مثلا ستريت لاين دي، قال لي هي ستريت لاين دي باسنج ثرو بوينت اي هي 1 2 minus 1 و passing through point B هي 5 0 3. بدنا نلاقي الايكويشن للستريت لاين دي. طبعا فينا نسميه دي وفينا نسميه ستريت لاين AB، هي نفسها. فالدي هو نفسه مين؟ هو نفسه الـ AB. طبعا هم نلاحظ انا في عندي 2 points، فعندي point A وعندي point B. للاقي equation of the straight line AB انا قلت بدي point، انا بدل point عندي 2 وبدي directing vector، فما اعطاني directing vector، بس انا في استنتج directing vector، في اخذ الفكتور AB او الفكتور BA هي ذاته. فاذا اخذنا نحن الفكتور AB، وطبعا فينا ناخذ بي اي كمان صح، اي بي هي دائما last minus first، يعني اكس بي minus اكس اي، واي بي minus واي اي، وزد بي minus زد اي. اكس بي minus اكس اي يعني 5 minus 1، وهي بتعطينا 0 minus 2، وهي بتعطينا 3 minus minus 1 يعني 3 plus 1. فهي equal 4، هي equal minus 2، وهي equal 4. فصار عندي الفكتور AB اللي هو directing vector 4 minus 2 4. هلا if you look at the values، يعني اذا بتطلع هالفاليوز كلهم ممكن يقسموا على 2، فانا بقدر بسهله لهالفكتور. في خلي AB like this one، وفي سهله اكثر في اكتب الفكتور يو اللي هو دايركتنج فيكتور. عنده كوردينيتس اني 2
minus 1 and 2. وفينا نخلي the same as AB كمان صح. فهذا هو الفكتور U. صار هلا عندي point, صار عندي point و directing vector. هاي الدايركتنج فاكتور هو يو, او طبعا فينا نسميه غير اليو, عاده بنستخدم نحن في, هي نفسها ما في مشكله. فعاده نحن دايركتنج فاكتور, دايركتنج فاكتور يقول ات في, يعني اذا كان عندي اكثر من واحد بسمي في وفي برايم او في 1 وفي 2, فخلينا نسميه في. تمام, هنسميه في. طيب هلا الـ equation of a line, راح تكون بهذا الشكل. حيلا straight line دي لنكتب الـ equation هي بهذا الشكل, x equal y equal z equal alpha t plus x0 beta t plus y0 و gamma t plus z0. هلا من ان الالفا والبتا والجاما, طبعا الت هي البارامتريك, بارامتريك نمبر, الالفا والبتا والجاما هن راح يكون الفكتور في. فالفي هو الدايركتنج فكتور اللي عنده كوردينيتس الفا بتا وجاما, وال A هي special point اللي عندها coordinate x0 y0 z0. يعني بس يصير في عندي vector directing vector و point, انتهى الموضوع. في اكتب ال equation of a straight line. يعني اذا اخذنا هون احنا ال AB, ال AB straight line AB, صار فيه يكتب له equation x equal y equal z equal. راح نختار parameter m for example, وراح نحط الفكتور. الفكتور طلع معي 2 minus 1 2. طب بكتب 2 minus 1 يعني minus, ما في داعي اكتب 1 و 2, وبختار point. بوينت راح اختار انا الاي, في اختار بي هي ذاتها كمان, لا هي 1 2 ماينس 1, ف بلس 1 ماينس 2 وبلس 1 ماينس 1 عفوا, لان الاي هي 1 واي بلس, لانه الاي معنى اياها 1 2 minus 1. هلا بدنا ننتبه, اذا في عندنا نحن اكثر من ستريت لاين ممنوع نستخدم نفس الباراميتر. يعني اذا عندي ستريت لاين دي وستريت لاين دي برايم, لاشوفهم اذا هن لاكتبهم, بدي اكتب واحده with parameter for example m, الثاني with parameter n او t, فما في استخدم نفس الباراميترز لتو ستريت لاينز. هلا اذا عندي انا ستريت لاين, اذا اعطاني مثلا اكزامبل, اذا اعطاني ستريت لاين دي عنده equation هيك x equal t minus 1 y equal 2 z equal minus t plus 4, بدي طلع دايركتنج فيكتور لهذا الستريت لاين, فبدي لاقي الفي. الفي لهذا الستريت لاين هي اللي بجنب الباراميتر, فوق هون الباراميتر هو تي, قبله في 1, هون في ماينس 1, هون ما في تي. فراح نكتب اول شيء 1 عند الواي ما في يعني 0, وتحت هي ماينس 1. سبيشال بوينت في سميها اي,
فلاحظوا قد ايه سهل الكالكوليشن. ليه؟ هن الكونستانتس عندي ماينس 1 اول شيء فوق، تحت عندي 2، وهون عندي عندي 4. اذا اعطيني ستريت لاين دي برايم، هلا مثلا دي برايم x equal minus m plus 4 y equal m plus 2 z equal minus 2. فصار في يلاقي الدايركتنج بكتر سبيشال بوينت لهذا اللاين v prime هي قدام الباراميتر m، يعني minus 1 بعدين 1 بعدين 0 و سبيشال بوينت هي يسميها a prime هي 4 2 minus. هلا اذا بدي اشوف ال d parallel to d prime، اذا هني parallel يعني ال directing vector بده يكونوا parallel، فاجبر ال directing vector بده يكونوا parallel. ليكونوا parallel يعني شو بعمل؟ بيجي بطلع انا كيف برهن two parallel vectors او two parallel lines؟ بنلاقي شو؟ بنلاقي الكروس برودكت. فبيجي بكتب v cross v prime، اذا طلع جوابها زيرو فيكتور فهو هن parallel. فراح نقول i j k 1 0 minus 1 minus 1 1 0. قلنا بنكتبها بهذه الطريقة bracket i minus bracket j plus bracket k. وهلا بنعوض. أول شيء بنلغي اللي في i، يعني بنلغي هذا، بنضرب 0 ب 0 هي 0 minus minus 1 ب 1 هي minus 1 فبنكتب minus 1. بعدين بنلغي اللي في j، 1 ب 0 هو 0 minus minus 1 بماينس 1 هي 1. بعدين بنلغي اخر واحد اللي في k، 1 ب 1 هو 1 و 0 بماينس 1 هو 0. فبتعطيني i minus جوا او minus بتعطيني plus j و 1 plus k. طبعا هاي ما بتساوي 0 بكثر، يعني الدي منو بارلل للدي برايم. هلا كيف بنبرهن انه هن اذا بيربنديكولار او لا؟ اذا بيربنديكولار او لا بنطلع في دوت في برايم. في دوت في برايم يعني هي اكس اكس برايم بلس واي واي برايم بلس z z prime equal نرجع نشوفهم للفكتورز، يعني 1 ب minus 1 بلس 0 ب 1 بلس minus 1 ب 0 وهي بتعطيني minus 1. كمان منا 0 ليكونوا perpendicular بدها تكون شو؟ بدها تكون 0، هي مانا 0 فهي ما طلعت 0. هاي does not equal يعني ال v او ال d، خلينا نكتب ال d دغري. يعني ال d is not perpendicular to the prime. هلا كيف منطلع intersecting؟ يعني انا هلا ما طلع عندي parallel، ما طلعوا perpendicular، بس ممكن يكونوا هلا اللاينز هني ممكن يكونوا يا parallel
أو intersecting اللي هي فيها حالة خاصة إنه يكونوا perpendicular. أو بيكون skew. هلا أول شيء بنشوف إنه إذا هن parallel. بعدين شفناهم إنه ما طلعوا perpendicular، فما طلعت parallel عنهم. ما طلعت parallel. بعدين ما طلعت perpendicular. هلا بدنا نشوف إذا هن intersecting أو لا. إذا ما طلعوا intersecting بيكونوا خلاص ما في داعي برهن skew، بيكونوا هن شو؟ بيكونوا هن skew. هلا كيف منبرهن إنه هن intersecting؟ بقول أنا if D intersect D prime، إذا هن intersecting بده يطلع عندي X equal X، Y equal Y، و Z equal Z. فلازم يكونوا هؤلاء ثلاثة، ثلاثتهم محققين، ما بيكفي انه يكونوا اثنين، لازم ثلاثة يكونوا هن ترو. X equal X يعني بدنا نكتب T minus 1 equal minus M plus 4. ف T minus 1 equal minus M plus 4. هاي أول equation. تاني equation 2 equal M plus 2. ف 2 equal M plus 2. تالت equation minus T plus 4 equal minus 2. minus T plus 4 equal minus 2. هلا بدك تختاروا two equations ونحلهم ونطلع الام والتي. طبعا انا راح اختار الاسهل شيء هني انه اختار هاي الايكويشن وهاي الايكويشن، او سهلين. فهاي بتعطيني، هاي دغري فيي حلها، لانه هاي بتعطيني الام ايكوال 2 ماينس 2 يعني 0، وهاي بتعطيني minus t equal minus 2 minus 4 يعني minus t minus 6 يعني t هي 6. فطلعت الام وطلعت t. هلا ما بيكفي لهم، لازم اعوضهم بالايكويشن اللي ما اخذتها وتكون هي ترو ليكونوا انترسكتنج، فراح نعوضها. فسبستيتيوت راح سمي هاي 1، سبستيتيوت M and T in 1. راح نعوضهم. T هي راح نكتب T minus 1 equal minus M plus 4. T هي 6. 6 minus 1 equal minus 0 plus 4. 6 minus 1 يعني 5 equal 4. False. شو يعني false؟ يعني ما في point of intersection، يعني D does not intersect D prime. ف ال D منه intersect ومنه parallel، يعني D therefore D and D prime are skew lines. فهني شو؟ هني skew lines. هلا كيف بقدر انا برهنهم سكيو بغير طريقه؟ في برهنهم سكيو بغير طريقه بهذا الشكل. نحن اخذنا بالميكس برودكت انه ليكونوا بوينتس كوبلانر يعني بنفس البلين، اجباري بده يكون الميكس برودكت ل 3 فيكتورز. فانا اذا عندي plane بهذا الشكل، هذا plane P، وعندي 3 points A، طبعا non-coplanar أو 3 points لحتى أقدر برهن أنه هاو هني coplanar non-coplanar، لحتى أقدر برهن أنه هني coplanar يعني بنفس plane. بدي لاقي AB AC vector A، طبعا بدي ثبت point، في ثبت ال A، في ثبت ال B، في ثبت C أو D.
رح ثبت الاي. انا اذا اخذت الاي بدي الاقي اي بي فيكتور، اي سي فيكتور، اي دي فيكتور، ولاقي لهم الميكس برودكت. يعني بلاقي اي دي، او في اختار حيلا بوينت بالاول اي دي دوت اي بي كروس اي سي. هلا جواب هاي اذا طلع عنا زيرو بيكون هني كوبلانر بنفس البلين، اذا ما طلعت زيرو بيكون هني نون كوبلانر. طيب شو رح نعمل هون؟ هون بحاله الدي والدي برايم، اذا قال لي دغري برهنهم انه هني سكيو، شو بيجي بياخذ؟ بيجي بياخذ الفي اللي هو معي انا. قد ايه معي الفي؟ معي الفي هو 1 0 ماينس 1، فبكتب 1 0 ماينس 1 في برايم. هي في برايم طلعناها هي ماينس 1 1 0 ماينس 1 1 0. وراح اجي اختار البوينت A اللي اخترتها، هي سبيشال بوينت على اول لاين، هي ماينس 1 2 4 minus 1 2 4. والبوينت A برايم اللي اخترتها A برايم هي 4 2 minus 2 4 2 minus 2. رح نجي نلاقي هلا الفكتور A A برايم A A برايم يعني X A برايم minus X A y a prime minus y a z a prime minus z a. هاي بتساوي 4 minus minus بتصير plus 1 2 minus 2 و minus 2 minus 4 هاي بتعطيني minus 6 هاي بتعطيني 0 هاي بتعطيني 5. فال a a prime هي 5 0 minus 6. صار في لاقي هلا a a prime dot v cross v prime. طبعا قلنا بالميكس برودكت ببلش بكتبهم بالترتيب، اول واحد a prime يعني 5 0 minus 6، بعدين ال V هو 1 0 minus 1، بعدين ال V prime يعني minus 1 1 0. هلا ليش اخترت انا بهذا الشكل؟ لانه انا مطلع V cross V prime فبستفيد منه. V cross V prime هاي V اكوي او اللي جوا. فما في داعي اغير لهم شكلهم، انه هلا برجع اكتبهم. هلا شو قلنا بنعمل بهاي الحاله؟ بهاي الحاله بفتح ثلاثة براكت، هذا براكت وهي براكت وهذا براكت، بنحط بلس ماينس، احلى ما ننساه هون بلس، وبكتب النمبر لاول رو او اللي هون مثل ما هن، فبكتبهم 5 0 بعدين minus 6 اي minus 6. وهو اللي هون اول شيء بلغي اول كولوم هون وباخذ 0 ب 0 ف 0 minus 3 minus بتعطيني plus 1، بعدين بلغي second one هذا بيعطيني 1 ب 0 0 و minus حطها احلى ما ننساها minus 1 ب minus 1 هي plus 1 فبكتب 1، بعدين بلغي ثالث واحد 1 ب 1 هو 1 minus 0 ب minus 1 هي 0 فهي بتعطيني هاي equal 5 minus 0 0 multiplied by any number هو 0 minus 6 وهي بتعطينا minus 1 does not equal to 0. يعني شو بستفيد من هون؟ انه
او الثري فيكتورز هني ما انه كوبلانر، يعني ما فيني احطه بنفس البلين. يعني صار عندي الدي اند دي برايم ار سكيو.